الحمد لله. إن كثيراً من الآلام والأحزان والخوف من المستقبل والندم على الماضي وتضييع اليوم معظمه كيد من الشيطان، ومع ذلك فإذا سكن الهم قلبك وأتتك الغصص ورأيت الحياة عبر منظر أسود بهيم، فراجع صلاتك، راجع صلاتك، فإن الصلة بين العبد وربه هذه النعمة وهذه الجنة التي كانت راحة محمد عليه الصلاة والسلام. راجع صلاتك ولتكن خاشعة، فإن قوة الاتصال بالله تسكن في القلب طمأنينة ونعيم معجل. لذلك دعوة إلى كل مهموم، إلى كل محزون، إلى كل مغموم، إلى من قال يا رب ولكنها لا زالت في صدره تلك الآلام والزفرات، راجع الصلاة واسجد واجعل عن دموعك بين يدي ربك ليس بين يدي المخلوقين، وكن في جوف الليل ساجدا خاضعا منيبا، وعجلت إليك ربي لترضى، مع انفجار الفجر ستأتي أنوار الرحمة لك والسعادة لك، فعاهد فتعاهد هذه الصلاة جعلها الله قرة عين لك.